السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى ديالي، ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. ولا عجبتكم وصفه اليوم، تنسونيش باللايكات ديالكم وتدعموني وتبارطاجيو قناتي باش تزيد تكبر عائلتنا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم قناع طبيعي بديل حقن البوتوكس ماسك من اروع ما يكون، والنتيجه كتبان من الاستعمال الاول. كيقلل ظهور التجاعيد، كيشد ترهل الجلد، وكيعالج الخطوط الرفيعه اللي كتكون في الجبهه وحول منطقه الفم. وصفه كتصلح لجميع الفئات العمريه، وكتصلح ايضا النساء اللي ما كيعانوش من التجاعيد. كتشد لهم البشره وكتعطيها النضاره وكتحميها من ظهور التجاعيد. خليكم مع المكونات والوصفه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. بالنسبه للمكونات ديال الماسك ديالنا السحري، غنحتاجو زريعه الكتان وبين حبوب الكتان. شديت زريعه الكتان وطحنتها مزيان حتى حصلت على البودره ديالها، وحتى طلقات الزيوت. غنحتاج كذلك بذور الشيا او حبوب الشيا، وهي كذلك شديتها وطحنتها مزيان كما كتشوفوا معايا. احتاجوا كذلك سمسم ابيض وبين زنجلان الابيض اللي طحنتو مزيان كما كتشوفوا معايا البنات. غنحتاجوا كذلك في هذه الوصفه ياغورت طبيعي وبين دانون السوس، وغنحتاجوا زيت الزيتون البكر وبين زيت العود. دابا غندوز نعرفكم على الفوائد ديال المكونات. بالنسبه للفوائد ديال حبوب زريعه الكتان، غنيه بمضادات الاكسده، كتحارب التجاعيد، كتفتح البشره، كتعالج جروح البشره حيت غنيه بالاوميغا 3، وكترطب البشره. وبالنسبه لبذور الشيا، غنيه بالاوميغا 3 اللي كتحافظ على نضاره ونعومه البشره، غنيه بمضادات الاكسده اللي كتحارب التجاعيد وكتحافظ على شباب البشره. وبالنسبه للسمسم الابيض وبيان الزنجلان الابيض، كيحفز انتاج الكولاجين، كيرطب البشره وكيبيضها وكيشد البشره المترهله. وبالنسبه للفوائد ديال زيت الزيتون البكر، زوين بزاف للبشره الجافه، كيرطبها وكيغذيها بعمق، كيجعل الملمس ديالها ناعم، كيساعد في التخلص من التجاعيد. بالنسبه للفوائد ديال دانون السوس او الياغورت الطبيعي، كيرطب وكيفتح البشره، وفي هذه الوصفه مضاد للشيخوخه، كيحارب الجذور الحره اللي كتسبب التجاعيد. ودابا غنخليكم مع الوصفه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. جربوها البنات، وصفه جد رائعه والنتيجه ديالها كتبان مع المداومه. نخليكم البنات مع الوصفه، نتمنى ان شاء الله تجربوها، وصفه جد ناجحه وفعاله، دوموا عليها وغتلاحظوا الفرق. على بركه الله نبداو في تحضير القناع الطبيعي ديالنا بديل حقن البوتوكس. في واحد الاناء كندير ملعقه صغيره ديال زريعه الكتان اللي طحنتها مزيان حتى طلقت ليا الزيوت كما كتشوفوا معايا. نحتاجو كذلك بذور الشيا اللي طحنتها مزيان، نحتاجو الزنجلان الابيض اللي طحنتو مزيان، كنمزج النواشف مزيان، بالنسبة للكمية عندي ملعقة صغيرة ديال كل حاجة، ماسك جد جد رائع وفعال وكيبان من الاستعمال الأول، كيجبد الوجه وكيحارب التجاعيد. كنضيف ملعقه صغيره ديال زيت الزيتون البكر، الا ما كانتش عندكم ديروا البنات زيت اللوز الحلو حتى هي زوينه. كنضيف دانون السوس وبيان الزبادي ما يعادل ملعقه كبيره، كيبيض البشره وكيفتحها،
كنمزج مزيان المكونات. كنستمر بالمزج جيدا حتى يندمجوا كاع العناصر. كنديروا هذا الماسك على وجهنا بدون ما نساو العنق حتى هو. كنخليه واحد المده ديال 30 دقيقه حتى تشرب لينا البشره ديالنا هاد الفوائد كاملين. وغتلاحظوا بلي البشره ديالكم تجبدات وتشدات. غير خاصكم المداومه على الوصفات الطبيعيه، واستعملوا هذا الماسك 3 مرات في الاسبوع. هو الماسك ديالي واجد، خليكم معايا نعطيكم بعض ديال النصائح. قبل ما ديروا البنات اي وصفه طبيعيه ضروري ضروري بالتقشير. كنت ديجا شاركت معاكم بزاف ديال الانواع ديال المقشرات، اللي باغا بقي ما شافتش الفيديو نخليه لهم في الاي او بيان في صندوق الوصف. من بعد ما كنخليو هذا الماسك مده ديال 30 دقيقه كنغسلوا الوجه ديالنا بالماء الفاتر، من بعد كنرشوا عليه ماء الورد البارد أو بيان مكعبات الحليب المثلجة. هاد الطريقة كتجعل الوجه ديالنا كيجدد الخلايا ديالو وكيسترجع الشباب ديالو. كنديرو 3 مرات في الأسبوع وغتبان لكم النتيجة. هاد الوصفة استعملوها ليلا. نتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم، جربوها البنات، وصفة جد رائعة وفعالة، والنتيجة ديالها كتبان من الاستعمال الأول. غير دوموا عليها 3 مرات في الأسبوع كما قلت لكم. إلا عجبتكم وصفة اليوم متنسونيش من اللايكات ديالكم ودعموني، ولما لا تبارطاجيو قناتي لتعم الفائدة ويستفدوا البنات اللي كيعانوا من هذا المشكل ديال التجاعيد المبكرة. وصفة جد رائعة رائعة. وميعادنا إن شاء الله في الوصفة الجاية. بسلامة عليكم البنات، في أمان الله.